أنتم إذن مع صدى الملاعب. بس بحب أذكركم أنه على حساباتنا على السوشيال ميديا في استفتاء أفضل لاعب عربي، 72 لاعب من 18 دولة عربية عم بيتنافسوا على لقب الأفضل، 4 من كل دولة، ما حبينا نختار 10، اخترنا 4 من كل دولة. يوم الخميس حيخلص التصويت تبع أول جولة، اللي هو حيفوز واحد من كل دولة، حيكونوا 18 لاعب حيتنافسوا ال 18 على لقب أفضل لاعب عربي، حنعلن عنه نهاية العام مثل ما صرنا 14 سنة نعلن أفضل لاعب عربي. صوتوا للاعب الأفضل، مش للاعب اللي بتحسوا إنه أقرب لقلبكم ولا حبيبكم من ناديكم، صوتوا لسه معكم وقت لتصوتوا لأفضل لاعب عربي.